الأهلي يهزم الداخلية 2-0 عن جدارة واستحقاق، ويتأهل لملاقاة المصري في دور الثمانية بإذن الله كمان 3 أيام. كابتن شريف، ألف مبروك، فوز مستحق والأهلي يستحق طبعا. مبروك. المباراة صارت طبيعية جدا زي ما الأهلي واللعيبة عايزين يعني. في حاجات كتير قوي النهاردة ما تحسش بيها في الملعب، ولكن في ايجابيات انا وانا بتفرج عجبتني مثلا. بس انت قلقت شويه لحد ما الجول الثاني جه متاخر شويه. مش قلقت، المباراه مفتوحه وانا في مباراه الكؤوس بتشائم ساعات. فما وايه لازمته؟ كنت باجي انا محمد الشناوي ما شفناهوش اول هاف تايم يعني لا مره. وفي الثاني ما ظهرش كتير برضه. لا بس انت لما بيحصل عليك كاونتر اتاك وزياده العدد، اي نعم الفرقه اللي قدامك مش قادره، ليهم ليميتيشن كده، ليهم حدود في الوصول بالهجمه او انهاء الهجمه. فمع اي فرقه تانية او اي حد عنده دوافع اقوى او اي حاجه ممكن ما تعرفش، ما في كره اتشطت في اول هاف تايم في الهاف تايم وجت في رجل حد وبتغير مسارها، انت دخل فيك جولين الماتشين اللي فاتوا غصب عنك يعني. خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم، الكره ما تتضمنش، وخاصة في مباريات الكؤوس أو في أي مباراة لا يعني ما تنفعش. لأن أنت هقولك على حاجة، لما تبقى كل كونتر أتاك بيوصل لك أنت وبتروح لحسين الشحات ويقدر يخش يجيب بيها جول، أو لو بهدوء شوية بتحرك سليم واحد تجيب في كل هجمة جول، وبعدين أنت ما تجيبش الجول وتلاقي الكورة ما بتوصلش. أنت كنت خايف من مقلب الكاس. أنا ما بحبش أقول الكمين بتاع الداخليه ممكن يحصل وما تلاقيش نفسك غير متعادل، وزماننا كنا بنلعب ده اكسترا تايم وبعدين نروح في الدلع. عشان كده انا قلت لك اول هاف تايم احنا الحمد لله ان احنا كسبنا اول هاف تايم، جبنا جول اطمنا على الاداء، دي بتريحك انت كله، لدرجه ان هو عمل تغييرات زي ما هو عايز وحاسس ان الفرق اللي قدامه مش عامله له القلق الكبير قوي اللي هو قاعد على الخط بره يخاف كمان. أيوه. بل حاسس ان هو حتى لو حصل اي حاجه هو عنده لعيبته تقدر تروح تعزز الهدف، او ما بعد الهدف كان في هدف تاني، وقبل مزبوط. الهدف لما يجي التاني كان في 13 هدف ممكن يخش. عشان كده بقول لك الامور مش الطبيعيه في المباراه زي ما احنا على هوا لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. فالف مبروك. وانا النهارده الحقيقه اللي عجبني في الحكايه كلها طبعا غير اسيست قفشه والجول اللي جابه رامي ربيعه. مش يعني كنا هنتكلم بعدين، لكن من الايجابيات اللي موجوده في الملعب كويس قوي النهارده رامي ربيعه. تحس ان انت في اماكن بتحاول تدور على حد مستقر دايما موجود فيها، فاعتقد النهارده ان ربيعه كان مشتاق يلعب عكس اللعيبه كلها عندها بتأدي واجب. النهارده لعيبه الاهلي بيأدوا واجب في الكاس مطلوبين يعني، كان يتمنى ان الكاس يتاجل. ايوه عشان هم ياخدوا راحتهم والدنيا تبقى احسن باذن الله في الفتره اللي جايه. تركيز وذهن ونفسي وعضلات وكل حاجه، حاسس عضلاتهم عايزه تستريح كمان، اللعيبه عايزين يستريحوا زي اي حد بشر، يتهووا يروحوا ياخدوا اجازه في اي حته زي الناس كلها ما بتاخد. ومش هينفع الحاجتين يعني، مش هينفع تديه مسؤوليه فكل ده بيبقى ما هو برضه خلي بالك مرتبط خلي بالك برضه، ما انت برضه مش عايز تضحي ببطوله. انا فاهم، انا مش بقول لك ان هو يطلق اللعيبه، انما الحمل بتاع التمرين، الحمل بتاع الكوره، الحمل كل ده اللعيبه خلاص بقى عندها من الخبرات ازاي تتعامل، ولكن انا اساعدهم كمان ما يبقاش في بعد بكره تمرين بكره ده اكيد راح اللعيبه دي كلها استشفى بعد بكره يبقى استشفى تاني، واوديهم فريش مجهزهم لان خلاص فتح النفس والحاجات اللي احنا بنتكلم فيها كوره المصطلحات دي وكلام، اللاعب جاهز دلوقتي مش عايز تقول مصطلحات النهارده بالانجليزي خالص مش نسيا اديتك الليميتيشن بس انت ما خدتش. لا والله انا مشيتها عديتها يعني. يمكن في ظروف بتحصل فيها ده. فالنهارده كمجمل الحكايه زي ما احنا كمان واحنا بنتفرج كنا السيناريو جه على هوانا. الحمد لله. يعني زي ما احنا عايزين
المباراه عدت على خير، مفيش اي فصول بارده يعني، وعقبال الماتش الجاي باذن الله. اللي انا عايز اقولك على حاجه فيه، ما اتفرجت على ماتش مصري اللي فات الماتش اللي جاي بالنسبه لي، وانتم مش هتوافقوني طبعا، اسهل من الماتش ده. اسهل؟ اه انا متهيألي اصعب. لا اسهل. الماتش صريح هيبقى عايز يبقى موجود والكلام ده، مش هيلعب المصري بالنسبه لي بيلعب مفتوح، ما بيلعبش بالزون ديفنس او 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 بيبقى واثق في امكانياته، او مع مدرب جديد عايز يثبت قدام الاهلي ان هو طيب. عايز يعمل سمعه. انا بقى الحاجات دي اسهل لي. انا الجيم المفتوح ده انا بحبه. انا بتهيألي دي تصعب الامور شويه، تصعب الماتش الجاي. لا لا انا بالنسبه لي لما فرقه بتلعبني ند كده ديد هيد بقى ده عايز حلوه دي ديد هيد كده راس براس راس براس، فانا بحب الفرق اللي زي دي. اعرف العب معهم كوره، اللاعب حتى هو جاي معلول وهو جاي وكهرباء ممسوك والدنيا مقفله، لازم اعمل زياده عدديه معينه، لازم الفيزيكال فيتنس بتاعي يبقى مواكب. انما جيم مفتوح وزي الاخر 10 دقائق في او زي مباراه الداخليه كده في الاخر، اي باص ان بتوين تلاقي واحد رايح انت كم كوره النهارده اتشطت في الماتش؟ وانا بتاع 10 على الاقل 10 من جميع اللعيبه، من جميع اللعيبه عندهم زي ما يكون تعليمات او هم حاسين ان هم في وضعيه تصوير. طيب ما انت بتاكد بقى ان الماتش النهارده كان سهل، الماتش اللي جاي هيبقى اصعب. لا ده ماتش، انا بقول لك الماتش اللي جاي انا بالنسبه لي اسهل من ماتش الداخليه. ده ملوش دعوه بتقييم الداخليه مع تقييم المصري، بس انا بقول لك الفرق اللي انا بلعبها بتلعبني جيم مفتوح وعايز تكسبني وعايز تروح معايا بالنسبه لك انت اسهل. بالنسبه لي اسهل كتير قوي نوعيه لعيبه النادي الاهلي. هنتكلم عليه عموما بس بعد ما نخلص الماتش ده ان شاء الله. مبروك النهارده. مبروك يا كابتن. كابتن اسامه الف مبروك، فوز مهم طبعا استكمال لمسيره النادي الاهلي في الكاس ان شاء الله. اه مظبوط طبعا، يعني بامكانيات الفرقتين وامكانيات اللعيبه اللي موجوده والبطولات الاهلي خدها، احنا قلنا قبل الماتش المفروض ان شاء الله الاهلي يكسب، بس كنا متخوفين من مفاجآت الكاس، لكن النادي الاهلي ما اداش فرصه لفرقه الداخليه. الفروق واضحه جدا طوال ال 90 دقيقه. الشوط الاولاني كان سيطره تامه، ويمكن الشناوي لم يختبر تماما من الشوط الاول. يعني الشوط الثاني مش بنفس الشكل والوتيره، بس يمكن يعني محاولات برضو لا ترتقي للخطوره الكبيره من الداخليه، لكن الاهلي برضو هو اللي مستمر على السيطره، مستمر على التضيع الفرص الكتيره لمعظم الناس. الداخليه تشعر وكان الموسم انتهى بالنسبه لي. اه يعني انا الداخليه الماتش اللي لعبوه مع اسوان وقعدوا بيه بالدوري، تحس ان هم يعني متهيألي كمان من جواهم كانوا يتمنوا ان هم يبقوا بره الكاس يعني. يعني هو ده كان الانجاز الكبير صحيح. بالنسبه لهم انه يستمروا في الدوري. فالنهارده النادي الاهلي مسيطر على الماتش خالص من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره، بالدقيقه اللي احرز فيها مجدي افشل الهدف الثاني. كنا نتمنى وقلنا كده بين الشوطين ان نفسنا نجيب جون بدري عشان الماتش ينتهي وما يبقاش فيه قلق ولو بنسبه 1%، وكمان الماتش كان هيتفتح اكتر لو النتيجه بدري ب 2-0، لكن الهدف تاخر للدقيقه يمكن 91 او 92. فعشان كده برضو حتى في كوره كلنا اتكلمنا فيها اللي جت كورنر لفرقه الداخليه وناقص 4-5 زي انت قلتوا الداخليه هتتعادل ولا ايه يعني؟ ماشي في يعني قلنا ايه الحكايه، الكوره مش عايزه تيجي معانا، الجون الثاني مش عايز يجي، وهم جالهم كورنر في الاخر. فرغم سهوله الماتش ورغم السيطره والاستحواذ للاهلي والفرص الكتير للاهلي، لكن كنا متخوفين من السيناريو ده ان ممكن تيجي في الدقيقه قبل الاخيره ولا حاجه يجوا كورنر او تسديده وتيجي جون وتلعب تخش في الاكسترا تايم والوقت الاضافي او ضربات الجزاء بعد كده، لكن الحمد لله ده ما حصلش. وقفشه جاب جون صحيح متاخر عزز او اكد المكسب، كان خلاص في الدقيقه 92 كان ناقص 3 دقائق على انتهاء المباراه. فالنادي الاهلي سيطره تامه، وصول للمرمى كتير جدا من الشحات، من بيرسي، من كهربا، من ديانج، من قفشه، تسديدات كتيره النهارده لمروان حاول يسدد كتير،
يمكن يعني ولا واحده راحت في الهدف، لكن في واحده الشوط الثاني خطيره جنب القائم الشمال. فيعني كان في محاولات كثيره النهارده على المرمى، لكن ما كانش فيها الدقه والاتقان انك انت تخلص من بدري يعني. لكن ماتش يعني من الالف للياء بتاع النادي الاهلي. كنت قلقان انت في اي لا لا الاهلي مبارك. واضح انه يعني واضح السيطره التامه، واضح الفرص الكتير للاهلي، واضح فرق الخبره، واضح امكانيات اللعيبه. وزي ما انت وزي ما احنا كنا بنتكلم برضو، انت حتى احساسك بفرقه الداخليه زي ما يعني عايزين ينهوا الماتش وخلاص، يخلصوا الماتش يعني وبيلعبوا يعني. وفرحانين وبيلعبوا بتاع، لكن الماتش مفتوح قوي وبيلعبوا كده وخلاص يعني تأديت. فمبروك للنادي الاهلي وفوز مستحق طبعا وعن جداره، وهدفين حلوين جدا، وان كان ممكن النادي الاهلي يعني يحرز 3-4 تجوان تاني لو في تركيز شويه في انهاء الهجمه يعني. فمبروك وفوز مستحق اكيد يعني. كابتن عادل الف مبروك، فوز غالي للنادي الاهلي النهارده، بس موسم شاق جدا جدا أوي. جدا يعني أوي. حتى باين في بعض الاوقات على بعض اللاعبين. انا مشفق على اللعيبه جدا وعلى الجهاز الفني صحيح. وعلى المنظومه يعني. الرياضيه في النادي الاهلي يعني. انت بتتكلم على منظومه كره القدم في النادي الاهلي بالفريق الاول بالذات، بتخرج من بطوله لبطوله من هدف لهدف، وبعدين عندك مشكله كبيره يعني. في انديه ممكن انت ترتاح انك تاخد بطوله وتركز فيها قوي، وفي نادي تاني ممكن يعني يقول ان انا اعمل اداء مشرف. ايوه لكن انت النادي الاهلي، وغير كده كمان عندك مشكله كبيره. انت عندك مشكله في ايه؟ ان انت بتلعب في بطولات متنوعه وكلها متداخله يعني، بمعنى انت مش بتخلص بطوله وبتروح لبطوله، فسمه وصفات البطوله والمباريات بتاعتها بتبقى شكلها ماشي رتم واحد. لكن انت بتتكلم انا بلعب على بونت وابنات مثلا في بطوله افريقيا مجموعات، انا عايز اجمع وبعدين بلعب بره وبعدين بلعب جوه. الطريقه دي ان انا احافظ على كام بونت اجمعهم علشان اوصل للاول، وبعدين تخرج من دي لمباراه الدوري لازم اجمع نقاط، لازم اكسب النهارده، وبعدين تروح لمباراه كاس عالم، وبعدين كاس عالم فعلا للانديه، بروح لفرق كبيره جدا لازم ادافع معاها، ولازم لانها من الفرق الكبيره في العالم لازم ادافع ولازم نشتغل ولازم نجتهد، وتخرج منها وترجع على افريقيا تاني، وبعدين تروح من افريقيا لسوبر، وبعدين من سوبر، وبعدين انت كمان من الناس اللي هم الناس بتستنى لك. انت خدت الدوري وكسبته وعملت كل حاجه في ماتش بيراميدز، الناس بتتكلم يعني. حتى انت مريح لعيبه او ما كانش يتواجد لعيبه عندك، الناس بتقعد تتكلم عليك وتقول لك انك انت خسرت، انك انت مسليين لك الواقعه. فانت الضغط، كل الضغط العصبي اللي بكلمك عليه ده مع المدربين، وكمان التحضير، المدرب لما بيجي يحضر في مباريات بيحضرها للاربع خمس مباريات الاماميه يعني. انا دلوقتي عاوز العب مباراه في الدوري بعد مثلا الخارج العب الاسماعيلي. على ما بتشغل حيز من تفكيرك بقى بتشغل، لكن انت ما بتقدرش تعمل دي، ما عندكش انت الاريحيه دي كنادي، لانك انت بتشتغل على انك انت كل ماتش بتشتغل على مكسب. كل ماتش بتشتغل ازاي انت راجل عايز تعدي، لو في بطوله عاوز تعدي توصل زي النهارده لدور الثمانيه عشان تلعب بدور الثمانيه. الحاجه الثانيه المهمه ان انت الموسم بتاعك غير الانديه كلها. الموسم الانديه بيبقى محدد لها البرنامج بتاعها يعني ازاي. في فرق مثلا بتلعب تعمل اعدادها تدخل تاخد الدوري، وبعد ما تاخد الدوري تشتغل على ماتشات كل اسبوع كل اسبوعين. طب استاذنك يا كابتن معلش هنخرج لفاصل، نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظروا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل عذرا للمقاطعه، اتفضل. انا كنت هكمل، ما انا خرجت قطعت حبل افكارك. لا بس نرجع. طب نخش على كابتن بلال بقى. اتفضل. عقبال ما ارجع. لا بس ارجع تاني. انا في الشباب ولا كنا بنتكلم في لا انا كنت بتكلم على المكسب اللي هو احنا اللي احنا كسبناه مثلا.
كنت بكلمك على النقله من بطوله لبطوله. ايوه والنقله من تحضير، كنت بتكلم على التحضير كمان. أيوة. وازاي تحضر انت راجل تحضر لمباراه في بطوله وبعدين تمحيها وبعدين تحضر لمباراه ثانيه. اه النادي الاهلي متمرس، النادي الاهلي نادي كبير وبيلعب على جميع البطولات، لكن انت بتتكلم في عصر نفس العصر بتاع اللاعبين بالشكل ده اللي هو في الاجهاد القوي. انت عشان السنه الجايه يبان عليك التعب، وبعدين انت نظمت سنه بسنه. أي. يعني انت ممكن السنه دي مش تاخد اجازه كبيره خالص، تاخد مثلا بالكتير 10 ايام مثلا بالكتير، وبعدين انت داخل على يعني بطولات معمع. قويه جدا. أي. لا والاقوى، انت السنه دي عملت ايه؟ خدت كل البطولات، خليت الانديه كلها تتحفز لك جدا. اه لسه الموسم الجديد، خلي بالك بعض الانديه، لا كل نادي هيجي يلعبك يعني بيعمل حسابه. انت كنت في افريقيا بيلعبوك بنديه مثلا اوقات، دلوقتي مش هيلعبوك بنديه. انت بقالك بتدخل فاينل 6 سنين، احنا دخلنا فاينل 6 سنين بتيالي ورا بعض، فالناس هت خمسه ولا اربعه؟ اربعه. احنا خدنا اربعه ولا دخلنا؟ خدنا ثلاثه وخسرنا واحد. وخسرنا، يعني انت بتتكلم في انك بتدخل فاينل، لا انت دخلت خمسه فاينل ورا بعض ولا سته كمان. انت بتدخل ورا بعض؟ اه يعني انت بتشتغل بقالك من حوالي حوالي خمسه يعني. لكن سيبك من العدد، انت بتلعب في اخر 4 سنين اهو على الفاينل على طول، او 3 سنين اخر 3 سنين مثلا او 4 سنين. ايوه فدي صعبه جدا، فانت اللي جاي بعد كده هيعملوا لك حساب كبير جدا. هيقف بالك، انا برضو كمدير فني انا عارف انا داخل فين ورايح فين السنه الجايه، فبخطط من دلوقتي للي هيحصل الموسم اللي جاي. انا عندي مثلا بدايه كاس السوبر الافريقي 1 سبتمبر، حلو. بعد كده تكمله كاس مصر، طب بعد كده بدايه دوري، بدايه دوري ثلاثة، وبعدين الدوري اللي هو السوبر افريقي اللي هو احسن 8 انديه 4، وبعدين كاس عالم للانديه 5، وبعدين ارجع اكمل دوري سوبر 6، وبكمل ما انا قلت سوبر، وفي سوبر مصري في سوبر 7، ولو انت مكمل ان شاء الله في بطوله افريقيا بعد كده تكمله بطوله افريقيا، وبعدين كاس الجديد بتاع السنه الجايه 8، وبعدين كاس اللي هم البطوله المستحدثه، حل. اللي هم عاملينها يعني شويه دلع كده اسمها كاس النخبه بدل حل. السوبر حلو، فاهم؟ على اساس بقى ان احنا لعبتنا بقى، ما هو السوبر المصري بقى اسمه النخبه، بس 4 فرق اللي دخلوا. شوف بقى هنا اللي انا عايز اقوله لك، انت كمان تقلص عندك موضوع الاعارات. حلو، ده مشكله عندك كبير. المشكله الثانيه المهمه انك انت الحاله الاقتصاديه في العالم كله مش هتبالغ ان انت ممكن تجيب مثلا 15 لعيب تدفع مثلا 1 مليار جنيه، مش تقدر انت فاهمني عشان تواكب كل البطولات دي، وانت بتلعب على جميع البطولات، انت عايز تاخد جميع البطولات. النادي الاهلي بيبقى عنده مشكله بياخد 5 بطولات، لو هو داخل من 6 بطولات وبياخد 5 بطولات الناس بتحاسبه على البطوله السادسه اللي ضاعت. يعني انت بتتكلم احنا كسبنا ال 11 الساعه 9 بالليل، اتسلم الكاس 9:30، 9:30 و5 قالوا لك ال 12، ده جمهورك اللي قال لك كده بجد يعني، الجمهور قال كده. واحنا ناس منهم هنا كنا في القناه هنا كسبنا البطوله قلنا ان شاء الله بقى نلعب على ال 12، فانت لا انا قلت نفرح شويه، بنفرح نص ساعه ساعه. أيوة. لكن انت هتتكلم على ال 12 وهكذا هكذا يعني. انت الدوري يعني الدوري خلص خدناه، لسه مخلصين اخر مباراه، احنا مش فرحانين يعني، مش نوع من الغرور. بس انت واخد على كده عشان تشتغل عشان تكمل عشان تكمل. لكن السنه الجايه عندك صعوبه للغايه، لازم انا مش عارف يعني انا مشفق عليهم هنعمل ايه يعني، لازم اللعيبه دي ترتاح راحه كبيره قوي علشان نلعب نص البطولات دي، مش البطولات دي كلها. انت تشتغل في 9 بطولات 7-8 بطولات تقريبا، 7 بطولات بجانب خلي بالك كمان البطولات بتاعت طبعا كاس الامم الافريقيه في شهر يناير، انت عندك على الاقل 7 لـ8 لعيبه قوام المنتخب الاساسي. بكلمك لا انت تلعب في 10 بطولات بفرقتك، لانك ايه انت بتتكلم على لعيبه المنتخب دي متواجده. وبعدين انا عايز اكلمك في حاجه، سيبك من كل الكلام ده، انت بتاخد المباريات الريتم العالي القوي السريع. يعني مثلا في فرق، انا مباراه الدوري العام المصري تعال نحسبه بكم الجري والفنيات اللي جواه، هتلاقي اعظم فرقه بتجري من 10 ل 11، اعظم فريق. أي. يعني 110 كيلو ال 11 لاعب
ممكن يوصلوا ل 110 كيلو. حلو. الدولي بيوصل لحوالي مثلا كل لعيب بيعمل له حوالي من 12 ل 15 كيلو. تمام. انت بقى بتروح تلعب المباراه دي الريتم العالي ده، الريتم اللي فيه ال 15 و 16 وال 14 كيلو، وبتلعب قدام انديه كبيره قوي فبتجري اكتر. ايوه مجموعه. وبعدين انت الحمد لله بتوصل للنهائيات في افريقيا، فكل لما بتروح للبطولات للبطوله للاخر كل لما المباريات بتزيد وبتقوى فنيا، زائد السفريات لافريقيا، زائد السفريات في البطولات الاخرى. بص يعني اقوى حاجه انت بتقابلها كاس عالم الانديه. ماشي. هو ده اللي انت بترجع منه بتيجي زي ما حصل منهك في المجموعه، علشان بيتاجلك مباريات كتير. لا لانك أنا انت بتكلم على افريقيا. ايوه بترجع أنا على افريقيا في المجموعه، انت بتلعب وبيتاجلك مباريات زي ما حصل السنه اللي فاتت. هي دي اقوى حاجه انت بتقابلها. اللي عاوز اكمله يا كابتن، ان انت لما بتوصل للدرجه انك انت بتشتغل وبتروح تلعب المباريات الثقيله دي، انت بترجع مؤجل لك مباريات، فريتم المباريات بيزودوها عليك. ممكن يكون الريتم، احنا قلنا اتفقنا ان الريتم واحد في الدوري، ولكن لما تلعبني في فرق بتلعب كل اسبوع مباراه، صح؟ او كل 15 يوم وساعات 10 ايام مباراه لما بيلعبوا، لان الجدول بتاعهم ماشي كده، ما عندهمش ارتباطات. انت بقى بيدخلك تلعب كل 3 ايام مباراه، فريتم المباراه بيزيد عليك قوي، بيزيد عليك عبء. مش عايز اتكلم فنيا، لا عبء، لانك انت ما بتقدرش تاخد الاستشفاء بتاعتك الكامله، لانك جاي من رحلات قويه، من مباريات قويه. فكل الحاجات دي النادي الاهلي لو ما عملش حسابه 100% في الامر ده هنتعب قوي السنه دي. هنتكلم فيها بس بعد ما نخلص احداث ماتش النهارده. كابتن بلال الف مبروك، يعني توقعنا المكسب، يمكن بس حصل بعض القلق لما الجول الثاني اتاخر شويه، ولكن يعني هو فوز مستحق للنادي الاهلي، والنادي الاهلي كان تقريبا مسيطر على 90% من المباراه، فكنا ما كناش حاسين بالقلق قوي، يعني كده كده النادي الاهلي كان هيكسب. مباراة ده الاحساس، يعني مباراه كاس كابتن، مباراه كاس في نهايه السيزون، يعني وضع طبيعي، يعني طبيعي انك يعني بتلعب مباراه تحديد الهدف منها بعيد مش دلوقتي. بمعنى ان الكاس بلعب ماتش هريح بعديه، او هلعب بعديه ماتش كمان، وبعدين نهايه الكاس لسه سيزون اللي جاي، فالاهداف مش واضحه قدام اللعيبه كمان، ولا حتى ممكن تكون قدام المدير الفني، لكن الاهداف موجوده لكنها مش واضحه. مباراه كاس تحتمل كل شيء، يعني تحتمل انك تأدي وتبقى باد لك، تحتمل انك انت في نهايه السيزون بتبقى انت برضو يعني الطاقه بتاعتك الكبيره مش موجوده، الجولز اللي بتشتغل عليها يعني اعتقد شبه انتهت تمام بالنسبه لك انت كمدير فني وكلعيبه. لكن هتلعب باسمك بالظبط، ما انا بقول لك يعني بتلعب باسمك، باسم النادي الاهلي، بتلعب بتاريخك، بتلعب بامكانياتك وقدراتك، فروق امكانيات طبعا كبيره جدا ما بين الاهلي وما بين، مع احترامنا طبعا لفريق الداخليه، لكن فروق امكانيات في الملعب، كواليتي مختلفه بين اللعيبه واللعيبه، يعني الـ 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 الاهداف مختلفه ما بين الفرقه والفرقه، ما بين النادي والنادي، كل شيء مختلف في الملعب. الداخليه هي قتله يعني الشوط الثاني بشكل كبير جدا جدا جدا، وحاول مره واثنين، لكن في النهايه برضو انت في امكانيات، صح، في امكانيات وقدرات بتحكمك انت كلعيب وكنادي، يعني الامكانيات والقدرات لصالح فرقه النادي الاهلي، وده اللي بان طول المباراه الحقيقه. ممكن يكون الروح ممكن تتساوى في بعض الاوقات، او ممكن يعني روح الداخليه ممكن تعلى عليك في بعض الاوقات من الماتش، لكن في النهايه انت الامكانيات والكواليتي وكل الحاجات لصالحك انت كنادي اهلي. رتم مباراه كاس، رتم مباراه انت ممكن تكون ضامنها، رتم الشوط الثاني لمباراه انت كسبان فيها 1-0 ومستني ومضيع فيها 3 4 اهداف ومستني انك تجيب الجول الثاني في اي وقت من المباراه، ودي برضو طبيعه مباراه الكؤوس. ماتش طبيعي، مش يعني مش عايزين نقول ان هو ماتش قليل او ماتش وحش او او او، خد بالك ممكن يكون الماتش ده لو في نص السيزون برضو كان ممكن يطلع بالشكل ده، لان برضو في النهايه كابتن احنا اتكلمنا قبل الماتش وقلنا مباراه الكؤوس ليها طباع خاصة مختلفة شوية. الطباع الخاصة بتاعت مباراة الكوس بتختلف عن طباع مباراة الدوري. مباراة الدوري خلاص انت بتلعب، خد بالك بتلعب على النقطة والتلات نقاط، لكن هنا انت بتلعبش على نقطة، انت بتلعب على التلات نقاط فقط لغير. مظبوط. فانت كل المباراة رتم المباراة بيمشي على حسب ما الفريق اللي بيدافع رايح فين بالماتش، يعني بيدافع وهيقفل ولا عنده
امل في الماتش فبيهاجم فهيفتح الجيم. يعني المباراه بتروح الفريق الاضعف هيوديك بقى فين، تبقى ورا جيم مفتوح وسريع وحلو، ولا جيم انت خايف عليه فبتلعب فبتقفل فمش عايز يخش في الجول، او لو دخل في الجول مش عايز يخش فيك التاني على امل من كره ثابته من هجمه مرتده انك تسجل هدف. تمام، فده دي طباع المباراه، مباراه الكوس. الاهلي عنده مباراه جايه مهمه جدا، تمام، هينهي بيها سيزون شاق جدا يا كابتن علي. مباراه صعبه يعني من وجهه نظر الشخصيه، صعبه في توقيتها، مش صعبه بس عشان مش صعبه عشان انت بتلعب النادي المصري، هي برضو الفروق الامكانيات مختلفه تماما بين الاهلي المصري من وجهه نظر الشخصيه، انك تكسب وانت مستريح، يعني وانت مستريح تكسب ماتش بسهوله جدا جدا لو انت بتلعب فول باور، لو انت مركز جدا، لو انت حاطط المباراه في دماغك بشكل كبير لا تكسب وانت مستريح. لكنه برضو الماتش المباراه ليها عوامل مختلفه غير الامكانيات، طبعا ليها عوامل مختلفه تماما. ازاي انت كمدير فني هتقعد مع اللعيبه وتحط فيهم يعني الروح القتاليه لمباراه انت بتنهي بيها سيزون؟ خد بالك انت لو الماتش ده بعديه سيمي فاينل كمان، ممكن تكون عارف اللعيبه من نفسها ممكن تطلع يبقى عندها حوافز. تمام، هتقدر تعلي عندهم الموتيفيشن يعني، انت خد بالك. لكن انت النهارده مش يعني ماتش وهتريح بعديه. تمام، هل انت هينتابك انتقاد لو لا قدر خسرت الماتش ده؟ ما اعتقدش. انا بكلمك وجهه نظر لعيب يعني، خلاص السيزون انت عملت فيه كل حاجه، خدت فيه 4 بطولات او 5 بطولات، عملت سيزون يعني رائع جدا جدا جدا، بيرفكت يعني كل حاجه 100%. فبالتالي انت لازم تصحي الدوافع عند اللعيبه في الماتش اللي جاي، مش هتصحي عندهم الكواليتي، مش هتصحي عندهم الامكانيات، فيها صعوبات في التوفيق طبعًا. طبعا صعوبات كبيره جدا يا كابتن، كبيره جدا. يعني النهارده على سبيل المثال الكواليتي موجوده، موجوده، لكن الدوافع موجوده، لا تحس ان الفرقه بتلعب على قد الماتش، على قد الامكانيات اللي موجوده، على قد نهايه السيزون، خلاص انا خلاص انا وصلت خلاص للبيك وخلاص، وقفت النحادي شويه، فمحتاج انزل شويه تحت. تمام، اه بالظبط، عشان خاطر ابتدي سيزون جديد بدوافع مختلفه جديده. فاللعب من كولر هيبقى هيشتغل على التحفيز، هحفزك ازاي، هقوم دي عندك ازاي اثناء قبل الماتش، خد بالك، واثناء الجيم كمان، ممكن افضل احفز فيك قبل فتنزل المباراه اول 10 دقائق تكسر الدنيا، بعد كده في دور تنزل في تاني نفسه. طبعا صح. في دور كمان عند اللعيبه الكبيره في ملعب الماتش اللي جاي طبعا. انت النهارده لو طلعت ان شاء الله باذن الله، وانت قادر الاهلي طبعا تعملها بشكل بإذن الله. يعني وبنسبه كبيره جدا لو طلعت كسبان المباراه اللي جايه، انت حققت 100% من السيزون، مش 99%، انت حققت 100% من السيزون. كاس مصر الاولاني انت كسبت السوبر، كسبت افريقيا، كسبت الدوري، كسبت كاس تاني اعتقد كسبت. تمام، رايح للسيمي فاينل، تبقى رايح للسيمي فاينل بتاع السيزون اللي انت بتشتغل عليه، يبقى انت عملت نتيجه 100% من السيزون كله، وده انجاز تاريخي. صح. تاريخي للنادي الاهلي، وهو والاهلي معروف بالتاريخ، فدي هتعتمد على المدير الفني ازاي هيشتغل مع اللعيبه، هتعتمد على اللعيبه الكبار برضو كمان في الملعب، وهم كلهم لعيبه كبيره، كلهم عندهم خبرات في المباريات اللي زي كده وفي التوقيت اللي زي كده. الشناوي كابتن الفرقه، موجود مجدي قفشه، موجود رامي ربيعه، انا بكلمك ناس كبيره، علي معلول طبعا، محمد هاني، مجدي قفشه، لعيبه عندها خبرات وعندها قدرات عقليه جيده. تمام، انا الحاجه اللي عايز اقولها في نهايه ليهم دور ده ليهم دور. طبعا لهم دور كبير جدا جدا يا كابتن ايمن، لكن الحاجه اللي عايز اقول عليها ان او التحيه بالنسبه لي الكولر، انه قدر يخرج امكانيات اللي موجوده عند اللعيبه اللي موجوده في الملعب. احنا السيزون اللي فات يا جماعه كنا كل الناس في الملعب بتقول لك الاهلي محتاج 11 لعيب، صح؟ قبل ما يبتدي السيزون اللي فات كنا بنقول الاهلي محتاج 11 لعيب في كل مكان محتاج لعيب. النهارده اعتقد انك وصلنا بنقول ان الاهلي ممكن ما يستعينش، او ممكن بالكتير قوي يجيب لعيب واحد او اتنين، تمام، او يتعاقد مع لعيب او اتنين تقريبا، يعني ممكن توصل للحته دي. فالنهارده لا، انت وصلت يعني، هي الموضوع، هل الموضوع يتلخص في قدرات لمدير فني؟ في بعض الاوقات يتلخص في قدرات المدير الفني وبعض القرارات. يعني انت اتكلمت برضو على القرار اللي اتاخد في بدايه الموسم، طبعا في نهايه الموسم، اتكلمنا ما بين الشوطين بالظبط، قلنا طبعا، قلنا ان طبعا جيدة جدا. من الحكمه مزبوط. طبعا وما هي دي فكره الاداره يا كابتن، انت بتدير المنظومه، انت شايف ايه، ودي ميزه خد بالك، ان يبقى يعني على راس المجموعه، تمام، حد بيفهم في كره القدم، يعني اسطوره حيه موجوده
كابتن خطيب بيقعد بيفهم في كره القدم فدي تريحك كتير جدا. يبقى هو هو عنده احساس بالحته دي يعني خلاص انا وصلت وصلنا للعيبه لدرجه انك انت النهارده حاسس ان انت لعيبه مش هتعمل كل حاجه تمام او حاسس ان السيزون خلاص هرب منك فبالتالي انت خدت قرار في توقيت رائع اكثر من رائع اكثر من رائع بتيجي على مدير فني جديد بدايه سيزون جديد صح. عندك وقت للراحه عندك وقت لفتره اعداد تقدر تحكم على المدير الفني بشكل كويس تقدر كمان تقيم اللعيبه بشكل كويس في مع بدايه سيزون جاي مع بدايه سيزون جاي بالنسبه لك أي. فده اللي عملته اداره النادي الاهلي حفاظا على المجموعه اللي موجوده في الحته دي لان احنا زي ما بقول لك يعني يعني كل الناس عايزين باك ليفت وباك رايت ونص ملعب ولاعيب ومش عارف ايه وميد فيلدرز ومش وراس حربه ايه عايزين فرقه كامله امال ايه كميه اللعيبه اللي موجوده دي فلما اخذت قرار مناسب مع تغيير مدير فني جيد عنده خبرات راجل مخه شغال تمام وابتديت تستعد بشكل جيد بنت الفروقات اللي ما بينك وما بين كل صحيح. الفرق في السيزون ده صحيح. فطبعا تحيه لمجلس اداره النادي الاهلي طبعا القرارات العظيمه اللي اتخذت تحيه كبيره جدا لمستر كولر السنه دي على السيزون الرائع اللي اداه السنه دي تحيه طبعا للعيبه اللي كانت جزء وسبب مهم جدا جدا في الانجاز اللي حصل السنه دي مع كل البطولات اللي حصلت النهارده احنا الحمد لله احنا برده بنحيي نفسنا عشان السيزون العظيم اللي احنا عملناه الحمد لله السنه دي سيزون يعني غير مسبوق الحمد لله رب العالمين وان شاء الله باذن الله تعالى يكون يعني ايه وشنا حلو عليهم دايما باذن الله ان شاء الله هما نروح نشوف مستر كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه ونرجع لحضراتكم مره اخرى Ja, gut, wir sind froh, haben wir uns qualifiziert für die nächste Runde. Ich denke, wir haben sicher mehr für das Spiel gemacht, haben gerade auch erste Halbzeit Möglichkeiten, haben zweite Halbzeit auch noch Möglichkeiten, haben einen Meter noch geschossen. Und dann kann es aber natürlich auch in so einem Spiel anders ausgehen, dass dann plötzlich der... dass dann plötzlich der Gegner mit einem Schuss oder mit einem Standard dann eine Chance bekommt und ein Tor fangen kann. Das ist nicht passiert, wir haben das zweite noch gemacht und war dann okay. احنا سؤالة طبعا بالتأهل للدور الثاني في الكاس كان ممكن نتيجة تبقى شكلها المفروض احسن من كده يعني كان في يعني نتيجة ممكن او نتيجة المباراة كان المفروض شكلها يبقى افضل تبعا للفرص اللي جات لنا الشوط الاولاني جات لنا فرص كتير قوي الشوط الثاني برضه فرص كتير جدا بنضيع كتير في الاخر في الماتشات اللي زي دي كمان بيبقى في خطوره ان انت ممكن تاخد جون بهجمه مرتده يقلب لك الماتش ويعقربه فاحنا كنا زي ما يكون من صعب الماتش علينا شويه بس جبنا جون ثاني وكسبنا 2-0 وخلاص بس طب الصفر الاولاني اتفضل كانت ليغا في النزيج هايتا من ده كواليفيسيان ان بوكال obwohl dann der Ahli dann das Spiel fast dominiert hat, aber hat so viele Chancen vergibt, unendlich, also so viele. Und wie Sie gesagt, selber gesagt haben, dann der Gegner hätte dann vielleicht mit einem Standard oder einem Konter dann hätte ein Unentschieden gespielt und dann geht man in der Verlängerung vielleicht 11 Meter und dann sieht es ganz anders aus. Jetzt kommen wir zum Punkt dann Chancen vergeben. Wie sieht es dann mit dem neuen Stürmer aus, den ausländischen Stürmer? Ich glaube, dann El Ahli braucht so einen Stürmer. Wie sieht es aktuell? Dann haben Sie schon jemanden verpflichtet? Nein, wir haben noch keinen verpflichtet. Es ist aber so, dass wir nach wie vor dran sind. Wir haben da ja auch noch Zeit und wir müssen noch ein bisschen geduldig bleiben. احنا لسه ما انهيناش صفقة المهاجم لسه بنشوف ومستمرين في الموضوع وان شاء الله عندنا وقت لسه ان احنا نخلص الموضوع Es wird gesagt, dass sie ihren Vertrag nicht verlängern wollen. Außer dass ihre Wünsche und dass einer der Wünsche, die wir gehört haben, dass sie einen neuen Stürmer holen, dass sie beides verbinden, dass sie die Vertragsverlängerung mit
das Umsetzen ihrer Wünsche zusammen also verbunden haben. Ja, also wo hat er das gehört? Von mir oder nicht? Akid, man smert sich damit, ja, man muss. Aber ich wollte nur wissen, ob es stimmt oder nicht. Ja, nein. Es ist, nein, wir suchen noch Stürme. Wir suchen natürlich einen Stürme noch. Aber ja, das ist nicht abhängig von mir. احنا لسه بندور على مهاجم بس الموضوع ده مش مربوط بده. meine Frage dann über die verspätete Auswechsel. Warum haben Sie dann, waren Sie sicher oder haben Sie Vertrauen an der Gruppe, die schon auf dem Platz war? Oder gab es einen anderen Grund, warum Sie so spät dann die Spieler gewechselt haben? Ja, obwohl die viele Chancen vergeben haben. Wer sagt dann, dass man ihn auswechseln muss? Romini, wir holen ihn, lassen wir aus. Wo steht das geschrieben? Helma, maktub auf ein Kitab, lassen wir aus. Je nach Spiel, wie das Spiel läuft. Genau, بالزبط. Je nach Spiel. بالزبط. تبعا للماتش تبعا للموقف في المباراه تبعا للنتيجه تبعا للاصابات لكن ما فيش اي حاجه بتقول في الكوره ان لازم اغير dann hat ja viele unter den Fans oder Journalisten sagen ja warum wechselt er so spät aus ja weil ich auf der einen Seite Vertrauen habe in die auf der anderen Seite okay vielleicht ja, muss ich mal früher auswechseln oder vielleicht passt mir mal etwas nicht taktisch und dann wechsle ich früher aus. Aber grundsätzlich habe ich die, die auf dem Platz stehen, dann das Vertrauen, darum spielen sie auch von Anfang an. الجمهور بيتكلم كتير والصحفيين على موضوع تأخير التغييرات بتاعي ده وأنا شايفه موضوع غريب جدا لأن هو كل ماتش ليه ظروفه. من ناحيه انا ببقى واثق في التشكيل والفرقه اللي انا منزلها واثق في امكانياتهم واثق ان هم يقدروا يرجعوا دي حاجه الحاجه الثانيه هو مش تغيير للتغيير ومش تغيير وخلاص في الوقت المعين هي التغيير لما بلاقي ان انا عايز اغير حاجه تكتيكيه في حاجه شايفها ما بتتعملش كويس نبهت اكتر من مره عليها فببدا ادي اللعيب فرصه اتنين ابدا اغيره فالتغيير مش محطوط له ساعه لازم اغير فيها بالدقيقه ولا كمان لازم اغير اصلا Aber ich habe auch Vertrauen in die, die draußen sind. Ja? Weil wir haben jetzt auch in diesem Jahr, wir haben so viele Spiele gespielt, so viele Reisen gehabt und dann haben wir auch durchgewechselt. Und ja, und ich glaube, die, die im Kader sind, habe ich das Vertrauen. Und wenn sie nicht mehr da sind, okay, dann wünsche ich ihnen alles Gute für den neuen Verein. كمان انا عندي ثقه كبيره جدا في اللعيبه اللي قاعده بره يعني مش مثلا بثق في دول اكتر من دول لا انا بثق في المجموعه اللي بره وهي العمليه زي ما انتم شفتوا في الموسم كله انا بدور كتير وكله بيلعب وكله ده مره بيبدا ده مره بيبدا فانا عندي ثقه في الاثنين اللي بره واللي جوه عندي ثقه في القائمه كلها لغايه لما بيخرج من الفريق وساعتها بتمنى له التوفيق في النادي الجديد لكن طول ما هو بيلعب جوه النادي الاهلي فانا عندي ثقه في كل لعيب جوه وبره في كل مباراه بتختلف Man sieht, dass Sie immer Notizen machen dann auf ein Stück Papier. Denn Sie haben diese Saison eigentlich alles geholt, was man holen kann. Kann man auch dann fragen, sehen Sie immer noch Fehler in der Mannschaft oder Sachen, die noch fehlen? Deshalb dann notieren Sie immer noch dann Notizen? Nein, ich schreibe nicht nur das, ich schreibe gelbe Karten auf, ich schreibe Auswechslungen auf, weil ich das eigentlich alles notiere, auch bei mir, auf meinem Computer. Wenn irgendwas ist, kann ich nachschauen und dementsprechend schreibe ich dann vielleicht ab und zu mal auch was auf, was wir besser machen müssen oder was wir verbessern können im Training. مش بكتب بس الحاجات دي في الورقة، أنا بكتب مثلا التغييرات بتاعتنا وبتاعت المنافس، بكتب الكروت الصفراء بتاعتنا، بدون ملحوظات في المباراة لأني بكتبها بعد كده في الكمبيوتر بتاعي بسجلها، بستفيد بالمعلومات دي بعد كده في حاجات تانية. لكن ممكن من حين لاخر ادون حاجه ابقى شايف ان احنا ممكن نتكلم فيها في التمرين او نعملها في التمرين بس ده مش كتير بس ده اللي انا بكتبه يعني ايه
انا معلش هقطع حضرتك لاني ما فهمتش السؤال. حضرتك رحت في حراسه المرمى وبعدين رحت في حته ثانيه، فانا ما كله مش تمام. احنا المفروض في مصر نجرب في ماتشات الكاس. تمام. Wir sind daran gewöhnt, ich weiß nicht, ich habe ihm gesagt, wo gewöhnt, gewöhnt, ich habe das nie gehört, dass immer im Pokal, dass die Trainer immer die Auswechselspieler oder nicht die Stammspieler spielen lassen. Sogar dann die Torhüter, die zweite Torhüter oder dritte Torhüter bekommen immer Chancen im Pokal. Die geben immer den Spielern mehr Chancen, die nicht regelmäßig spielen im Pokal. Aber im Gegensatz haben sie heute mit der ganzen Mannschaft gespielt. Obwohl sie beim letzten Spiel schon von der Müdigkeit gesprochen haben, dann von der Spiele am Ende der Saison. Haben sie vorher dann, aber trotzdem, wie gesagt, haben sie heute dann mit der vollen Mannschaft gespielt. Es ist so, dass sie Sorgen hatten dann über die Überraschungen im Pokal und haben sie vorher dann bis die letzten zwei Spiele der Saison mit der vollen Mannschaft spielen. Ja, also die, wo ich das Gefühl habe, oder jetzt auch im Training, sagen wir noch, dann eine Trainingseinheit, bevor wir dann das letzte Spiel spielen. Und dann denen, wo ich das beste Gefühl habe, da werde ich sie einsetzen. Aber ja, habe ich jetzt noch nie gehört. Also, es gibt es in Europa teilweise auch, dass der Trainer sagt, der eine spielt in der Meisterschaft, der andere spielt im Pokal. Aber ich finde das keine gute Idee. موضوع حراسة المرمى، واحد يلعب في الدوري واحد يلعب في الكاس، دي يعني موجودة في أوروبا شوية أو موجودة في بعض الفرق، لكن أنا مش بشوفها فكرة كويسة خالص ورافضها تماما. أنا بختار التشكيل على حسب مين اللي بيأدي في التمرين كويس، اللي أنا واثق إن أنا أو عندي إحساس كويس إن هم دول يكسبوني النهاردة، فبشوفهم في التمرين فببدأ بيهم، بس ما بفكرش فكرة مين أساسي ومين بديل، أنا ما عنديش أصلا الفكرة دي. Nee, also nichts haben. Warum? Also nochmal dann, die haben dann von der Müdigkeit beschwert, aber trotzdem lassen sie die Spieler spielen. Aber die haben drei Tage frei bekommen. Also ist, sind sie ja richtig frisch gewesen. اللعيبه انا اديتها اصلا ثلاث ايام اجازه، تلعب الاسيا دي كلها واخده ثلاث ايام اجازه، راحه سلبيه كامله، فراجعين فريش وان شاء الله نكمل بيهم الماتشين. جانا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شفنا المؤتمر، يمكن كان من ضمن الاسئله الصحفي بيسال ليه ما تعملش في الكاس تلعب اللعيبه اللي هم ما بيلعبوش زي بره يعني. ده صاحب زملكاوي. لا مالهاش علاقه. عايز يبعدك بقى. لا مالهاش علاقه، بس هو بيتكلم زي ما كابتن عادل اتكلم. في بعض الفترات بتلعب لعيبه مش في القوام الاساسي كنت بتلعبهم في الدوري مثلا. فاكر انا لما دخلت مره قلت لكم عدوا لي كده الكؤوس بتاعت انجلترا كام كاس وما فيش، فانت قلنا كاس الاتحاد الرابطه، كاس الاتحاد الانجليزي كويس، كاس الخيري، كاس الودي، اربع كؤوس. فهناك في فرايتي، انك انت المدرب ما يبقاش ماسك في كل الكؤوس. أي. لانه عنده بطوله اوروبا وعنده كل ثلاث ايام مباراه في بطوله الدوري، فعنده لو خد الدوري وخد الكاس دي حاجه، اللي هو الاتحاد الانجليزي دي حاجه تبقى كبيره جدا. سلام كمان لو راح على زي مانشستر سيتي كده في البطوله الثالثه بتاعت اوروبا. هو ده القوام اللي هو بيدور عليه، ولكن ما بيدوروش هناك على كل حاجه، عندهم كذا كاس هم. أي. عنده بقى فرايتي يلعبوا اللعيبه اللي هي ما بتلعبش طول السنه. هنا يقدر ليفربول يطلع صلاح ياخد اجازه وماني ياخد اجازه. كان فاكر انت الفتره دي لما لقينا فين اللعيبه؟ قال لك لا، ما هو احنا مش هنحوط على كل البطولات، احنا بطولات كسبنا فيها اهلا وسهلا، ولكن احنا مستوانا بندور على المستوى الاول حتى في البطولات. فده من احد ردود الراجل على مساله الكؤوس. عندنا احنا هنا ما ينفعش. ايوه صح، احنا مختلف. عندنا هو كاس واحد، كاس مصر. كويس، سيبك من كاس الرابطه يعني اللي موجود لسه حاجه مستحدثه، وبالنسبه لنا زي كاس الودي الخيري اللي هو بتاع اي بلد بيبقى موجود فيها، تكمله للوضع. ان الفيفا عايزه يبقى في كوره طول السنه
حتى دلوقتي في بطوله بتتلعب فين وديه في امريكا، في امريكا تحضيرا اللي هي بنسميه ايه الاستعداد للموسم اللي جاي. الموسم اللي جاي ونفس الشكل الراجل بيتكلم على اللعيبه وبيتكلم حتى النهارده احنا بالسكواد اللي احنا بنلعب بيه ده زي ما احنا اتكلمنا بالظبط. انا كان ممكن النهارده النتيجه دي خادعه، النهارده كان المفروض اكسب اكتر من كده بكتير قوي. فيبقى تفكير المدرب ده تفكير المشاهد بالظبط، تفكير الجمهور بتاعه. يبقى هنا في حلقه وسط موجوده فهم وفكر كويس المؤسسه نفسها. يعني قصدك ان لو مثلا في نادي تاني كان ممكن يختلف الفكر بالنسبه له؟ طبعا كل واحد بيدور على اي حاجه، اي واحد عايز يخبط بس على الدور الثاني او الدور الثالث مش الدور الاول بس كمان. فكل واحد لو قلت له في بطوله في الشرقيه هيجري يلعبها يثبت ان هو خد في حياته بطوله. بالك بقى لما احنا كنا بنتكلم على 43 وال 11 والحاجات الكتيره قوي اللي موجوده عندك وال 4 وال 28 ولا 29، ف حكايه عندك بتاكد سيطرتك على الوضع كله اذا كان الافريقي او المحلي او 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 ده المطالب انت بيه. ولكن مش هيجي يقول لك انت ما خدتش كاس الرابطه زي ما كنا بنقول، هو انت خدت الدوري وبكام بونت وخدت الدوري دخل فيه جون ولا لا، وخد اللي هي التحويطه اللي احنا بنتكلم عنها دي. هنا كان السؤال يبقى انت كان من حقك انك تريح اللعيبه بعد ما خدت الدوري على طول، هو ده كان المفروض السؤال. بس هو راضي عن اللعيبه وحاسس كمان حاسس ان اللعيبه بتعمل فوق طاقتها. هو فاهم كويس، هو نجاح الراجل ده كويس فهمه للكره المصريه عموما وفهمه لان نوعيه اللعب المصري المضغوط دايما اللي هو بيحاول قدام الامر الواقع ما عنديش غير كده، انا بلعب على كذا بطوله وناجح والنجاح ليه تمن. فهو فهم الراجل للنجاح ده قادر يجيب لك لعيب من هنا ويجيب لك لعيب من هنا ويدخل ده في الفورمه ويراجع ده وياخد ده يعمل تدوير ويعمل حاجات كتير جدا. فهو ده نجاح مستر كولر، فهمتني؟ هو ده من اهم الشيء الجيد اللي موجود في مستر كولر ان هو كمان ممكن عينه تجيب يقول لك انا اللعيب ده لا انا هصبر على اللعيب ده وعايزه وهحضره وعارف ان هو لعيب كويس وعنده بس يمكن الاصابه هي اللي بعدته اي حاجه. ف الكؤوس والحاجات دي كمان خد بالك في حاجه اسمها توفيق وعدم التوفيق كمان. انت ممكن تبقى بالسكواد بتاعك كامل جدا وشوطه زي اللي اتشطت دلوقتي على الجول دي كويس خبطت في ايده ودخل الجول غيرت وتلعب بره او تخش جوه الجول كويس. شفناه في الدوري كتير قوي السنه دي دخل كام كوره من الكور دي كتير جدا. التوفيق وعدم التوفيق دي قصه تانية، ولكن التحضير والتخطيط والعمل على الاحتفاظ بالبطولات هو ده اللي كنت بقوله كلنا كنا بنتكلم فيه في الاستوديو هنا النهارده. صحيح. ف ما لا قيصر لقيصر وما لا لله. احنا ممكن نجيب الجول ده تاني بعد اذنكم بس نعيد الجول دوت. كابتن اسامه يمكن كنا بنتكلم ممكن نثبت هنا بس نثبت بس واضح ان ده ملخص متهيألي. عموما لما نيجي نحلل الاهداف نبقى نجيبها بعد كده. تحرك رائع. لا وانا عجبني ترقيصه بيرسي تاو بجسمه لحارس المرمى. ما عندوش حته ثانيه. وحط الكره بوش رجله الشمال الخارجي في الجول الفاضي يعني. كابتن اسامه بيتكلم على طبعا مستر كولر كان بيكلم بكل رحية طبعا في المؤتمر وهو دي الكوره يا كابتن اسامه اهي بس بس نقف هنا. تحرك حلو قوي من بيرسي تاو في العمق ورؤيه هايله من طبعا وتنفيذ اروع من قفشه. طبعا ورؤيه هايله من قفشه وقفشه مشهور بالتمريرات البينيه بتاعته وبيرسي تاو بس نقف هنا بقى يعني بص عمل تصرف نموذجي لانه هو موه انه هيروح على الاتجاه اللي بره وحط عكس الجون برجله الشمال فهدف حلو قوي يعني كله الهدف حلو من
من حسين لقفشه، تصرف قفشه، تصرف بيرسيتاو، رغم ان جون قفل عليه بدري او يعني قفل، لكن هو عملها بوش رجله كويس قوي بكل بساطه يعني. فهو الجون حلاوته في البساطه اللي اتحطت بيه، يعني هدف حلو فعلا يعني. صحيح. نعم، نكمل الملخص. كان الكابتن شريف بيعلق على الكلام اللي قاله مستر كولر. يمكن انت اشتغلت مع مديرين فنيين اجانب، وكل كل واحد فيهم كان ليه رؤيه وفكر مختلف، ولكن في الاخر خالص انت لازم رؤيتك وفكرك تتوائم مع المكان اللي انت فيه. طبعا يعني طبعا. يعني هو الصحفي بيقول له انت ليه ما بتعملش زي بره؟ صح. بس الوضع الطبيعي طالما انا جيت في مكان مطالب فيه انك تاخد كل بطوله، مش هعمل. هي دي النقطه بقى. هي. النادي الاهلي اللي انت قلتها دي، انت المدير الفني ما بيمشيش النادي على مزاجه. النادي هو اللي مفروض المدير الفني بيمشي على سياسته، لكن احيانا ممكن يبقى في رؤية للمدير الفني يقتنع بها مجلس الإدارة أو اللي بيديروا الكورة، أنه فكرته تتواءم مع فكرة المدير الفني. مثلا في إراحة بعض اللاعبين لنهاية الموسم، مثلا في ما يشاركهمش في بطولة مهمة، ودي حصلت قبل كده مع مانويل جوزيه. جوزيه قبل كده خد دوري وجي في الكاس ما لعبش بال حصلت. لكن انا بتكلم عن النادي الاهلي عامه، ما لعبش بالقوام الاساسي. وكان عايز يعني كان عايز يريح، ولا ما فيش مشكله انك تضحي ببطوله؟ هو ولا هو كان في دماغه يضحي ببطوله عادي الكاس. وكان النادي موافق، لكن مش كل الناس يعني دي مش طبيعه سياسه النادي الاهلي. سياسه النادي الاهلي ان تقريبا كل البطولات اللي بيلعب فيها بيلعب عشان ياخدها. يعني في اوروبا شويه اهتمام اكبر ببطوله الدوري العام، ويبقى التركيز كله في بطوله الدوري العام، وممكن في بعض الانديه في مسابقه الكاس زي ما الصحفي اللي سال مستر كولر، ان بيجي يريح بعض اللعيبه، يريح الجون الاساسي، يريح بعض اللعيبه، لانه ما بيبقاش هدفه كبير قوي ان ياخد بطوله الكاس يعني. هو بيبقى مش الهدف الاساسي بالنسبه لاداره منظومه كره القدم، او اكيد طبعا بالاتفاق مع المدير الفني. لكن احنا في النادي الاهلي عايزين كل بطوله بنشارك فيها نكسبها. فهو عشان كده مستر كولر رد بالرد ده، قال له لا، انا شايف ان انا بلاعب اللي هيكسبني في كل مباراه من وجهه نظره طبعا. مش ان انا بلعب الكاس وخدت الدوري وكل البطولات دي، هريح مثلا معظم اللعيبه اللي بتلعب بشكل اساسي او الاساسيه، ومنهم حراسه المرمى يعني. فادي وجهه نظر تحترم، وزي ما قلت لك بتبقى اكيد بالاتفاق برضو مع اداره النادي، لانه نادي زي الاهلي عايز يكسب كل البطولات اللي بيشارك فيها غالبا يعني. واحيانا زي ما قلت لك زي السنه اللي فاتت، النادي الاهلي حس ان بطوله مثلا الدوري ممكن تكون مش بعيده شويه او بعيده شويه، فاتفق مع المدير الفني انه لا، احنا هنكمل باللعيبه الناشئين وبعض اللعيبه الكبار اللي ما لعبوش كتير، ما كانوش بيشاركوا بنسبه كبيره، او اللي راجعين من اصابه. خلاص ده بيبقى بقى توجه. السنه دي مثلا الاعتذار عن البطوله العربيه، انت شايف ان ده السنه مضغوطه ولعبت في بطولات كتير جدا، كان ممكن تشارك في البطوله العربيه المقامه دلوقتي، بتلعب ماتشاتها بنتفرج عليها. الاهلي اعتذر عنها. ايوه. فاحيانا انت كاداره نادي او مدير فني بالاتفاق مع بعض ممكن ما تشاركش في بطوله ولا حاجه، لكن طالما شاركت هتبقى انت مطالب انك تاخد بطوله محسوبه عليك كاهلي بالذات. ايوه لانها محسوبه عليك. يعني احنا حتى لو في فرق كبيره وعالميه وممكن تكون في العالم يعني اسمها اكبر من الاهلي، لكن ممكن ما يكونش هذا التفكير عندهم، لكن مزبوط. احنا في النادي الاهلي التفكير كده. صحيح. اي بطوله يعني، انت لو رحت البطوله العربيه كنت مطالب انك تاخد البطوله العربيه. صح. الناس مش هتقبل انك انت تروح عشان فتره اعداد بس. اعداد او تمثيل شرفي او تطلع مثلا من الدور الاولاني او
يعني او هتبقى مطالب انك تاخد البطوله العربيه كويس. لو رحت يعني فهو خلاص دي وجهه نظره وتحترم. فعشان كده هو رد على الصحفي في المؤتمر بالاسلوب ده يعني. أي. لما كنا بنتكلم يا كابتن عادل على حته اختيار المدرب، احيانا ممكن يكون مدرب كويس ولكن ما بيمشيش كويس في المنظومه في مع المنظومه كويس، واحيانا تجيب مدرب كويس وينجح معاك. هي برضو معتمده على حاجات كتير. معتمده على ايه بالظبط؟ اهم حاجه المفترض انك انت بتجيب واحد مدرب من المدربين اللي يعني انت لو نادي بطولات لازم تكون متمرس في حته البطولات. يعني ما ينفعش تجيب لي مدرب مثلا ما عمره ما خد بطوله يجي يمسك النادي الاهلي، ما لعبش على بطولات. هو ممكن يتمرس ممكن يشتغل، لكن هي من الافضل انك تجيب مدرب كده. ثانيا طريقه لعبك وسماتك وصفاتك، في مدرب بينتمي لها ومدرب لا. يعني انا عايز اقول لك حاجه، ليه ما فكرناش ان الاحسن مدارس نجحت مع النادي الاهلي الالمان والبرتغاليين؟ البرتغاليين نجح منهم مانو البوزيه. ايوه بدا السويسريين الهدوء والرزينه في حته والصبر في حته زي مثلا من افضل فايلر وبعدين كولر. يعني المدارس السويسريه في كره القدم مش عريقه ومش كبيره عشان نبقى معترفين. يعني انت بتتكلم على التدريب او المدربين في العالم بتمر بمراحل كتيره. يعني في مرحله الستينات والسبعينات والثمانينات كانت الكتله الشرقيه هي اللي احسن مدربين العالم. يوغوسلافيا روسيا اتحولت لاوروبا بعديها، وبعدين راحت لامريكا الجنوبيه، وبعدين دخلت بقى على الموضه اللي هو ايه مثلا فرقه اسبانيا تاخد كاس العالم هتلاقي المدربين اسبان كتير في العالم كله. تلاقي البرتغاليين مشوا كويس تلاقي مدربين برتغاليين. صح. وكل مدرب وليه سماته وصفاته. انت تحب المدرب البرتغالي ينجح معاك كاهلي عشان شخصيته قويه وقريب منك. يجي بعديه مثلا كولر شخصيته هاديه في نادي فيه هدوء. لكن انا عايز اقول لك حاجه، لو جبت افضل مدرب في العالم وحطيته في مناخ لا يصلح مش هينجح احيانا مش هينجح يعني بجد. لكن انت بتتكلم على المدرب، يجب انك انت سمات النادي وصفات النادي يبقى في شكل المدرب، يبقى في هدوء المدرب. مثلا في فتره النادي بيبقى واصل لدرجه انك انت خلاص متشبع بالبطولات فلازم تعمل حافز تاني. انا بكلمك على اللعيبه مش على النادي. النادي الاهلي لو قعد ياخد بطولات كل 3 ثواني عايز بطوله، لكن احيانا نتكلم على شخصيه اللاعب، فانت محتاج واحد من المدربين شخصيته ان هو يعمل لك حافز تاني. بمعنى انت خدت 5 بطولات السنه دي، بعد البطوله الاولى والثانيه والثالثه مع اللعيبه لازم تعمل لهم حافز تاني. صح بس انا خلينا الاول في شخصيه المدرب. يمكن الكابتن اسامه اتكلم ان شخصيه المدرب خلي بالك ممكن تفرق من نادي لنادي. اكيد. يعني اللي خلى مستر كولر يقول الكلام دوت للصحفي ان هو متواجد في النادي الاهلي. طبعا. يعني مستر كولر لازم يعرف حاجه، لو راح نادي تاني في مصر غير النادي الاهلي مش هعرف يشتغل ب3 جنيه. انا مش بهزر. لا انا بكلمك يا كابتن ايمن بجد. ازاي؟ انا راجل مدرب كويس بيتحشروا في شغلنا. انت قصدك الادارات بتتدخل يعني. بتتدخل. أيوة. محدش بيخليك ده في ادارات بيقول لك لاعب ده وما تلعبش ده. لكن طبعا. لكن ده بيسلمك الفرقه، النادي الاهلي بيسلمك الفرقه. يقول لك خد وهحاسبك بعدين. نهايه الموسم. في نهايه الموسم. ما بيجيش لعيب يزعل منك ويروح لك للاداره، اول ما يروح للاداره بتاعتك يقول لك ايه؟ ارجع لمدربك. فدي كمان بيحميك. غير حاجه ثانيه اللي انت بتطلبه. طب اديك مثال. اتفضل. ايمن اشرف، خلينا نتكلم، احنا بنتكلم باريحيه ومفتوح الامر. اتفضل. ايمن اشرف لعيب كبير في النادي الاهلي. ايوه. كابتن من كباتن النادي الاهلي. ولعيب يعتبر من اللعيبه المهمه جدا وكان من افضل اللعيبه
في الفترات اللي فاتت. من وجهة نظر المدرب اللي خد المسؤولية، أنا مش عاوز أقول لك صح ولا غلط، بس خلينا نتكلم. خد قرار إنه أيمن يعني ما لعبش خالص. أي. في حد دخل في شغله؟ لا. وممكن يستفسروا منه. أي. بس أنت من حقك كمدرب، ما حدش يتدخل. صحيح. تمام؟ لو في أي مكان تاني كانوا تدخلوا أكبر، وما كانش خلوه يعرف يشتغل. أي. فاللي أنا بقول لك، إحساسي كمدرب مش انتماء للأهلي. اللي يشتغل مع النادي الأهلي وفي منظومة النادي الأهلي كمدرب ده راجل محظوظ، عنده جميع سبل النجاح، إمكانيات موجودة، لاعبين على أعلى مستوى موجود، جمهور عظيم عندك، إدارة من يعني عايز أقول لك تريح أي حد في الدنيا، محترف الأقصى درجة، إدارة النادي الأهلي محترف، بدليل اللي أنا بقول لك ما بيهيئوا لك كل المناخ اللي قدامك، فأنت بتبقى مدرب محظوظ. ترجع بقى لنقطة واحدة بقى مهمة، أنت شخصيتك إيه كمان كمدرب؟ بس لو أنت أقوى واحد في الدنيا والإدارة مش بتسندك وما عندكش سيستم، أنت عندك سيستم في النادي الأهلي أوروبا. أنا عجبتني كلمة قالها جيلبرتو. طيب. اللعيب مرة هو جه في البرنامج قالها، بس أنا مرة سألته وإحنا وكان في النادي وبيلعب وكده، فبقول له كان ماشي كويس قوي، فسألته بقول له أنت رايح أوروبا يعني؟ قال لي ما أنا في أوروبا. لأنه النادي الأهلي قريب من احتراف أوروبا، يعني بيعاملوني باحترافية. هو وغير كمان أنت كل شوية أي لعيب هتدخل في المفاوضات معاه تاخده، مش أنت عشان أنت مش سيبك من أنك قوي، بس لا أنت كمان عندك لعيب ياخد بطولات وبيكبر وبيعمل وبيضمن أنه هو يبقى متشاف، لأن الجمهور كله بيتشاف، فأنت مناخ جيد. أي مدرب اشتغل يا سلام تبقى حاجة قوية جدا. أنت اتخذت مني لما قلت لك ما فيش مدرب يعرف يشتغل خارج النادي الأهلي، أنا بكلمك في أنا بعني الكلمة. أي. في أندية يعني تدخل. لا وفي أندية عندها استقرار. ده حقيقة وما بيتدخلوش. يعني أنا مثلا بيعجبني المولي العرب. أي. يعني حتى المهندس محمد عادل. أي. ده ما بيتدخلش في الكورة ولكن بيهيئ لك المناخ اللي أنا سمعته، يعني بدليل أن كابتن شوقي غريب كمل السنة دي كلها. من المدربين القلائل اللي ما تشالوش السنة دي. صح، بس هو عامل موسم كويس مع المقاولين العرب. لا أنا بقولك بس ما تشالش. طب أقولك حاجة، عامل أحسن دور أولاني. أي. هايل. الدور التاني نتائجهم ما كانش عالية، بس برضو ما هددهوش وما تدخلوش معاه. هو أنقذهم في الموسم اللي قبل ده بالظبط، كان هينزلوا في آخر 4-5 أنا موافق. لا بس أنا بكلمك يا كابتن، أنا بكلمك في أندية برضو يعني بيخلوك تشتغل، لكن في أندية تانية ما تعرفش تشتغل خالص. يعني أنا عايز أقول لك أنا ما بحبش أتكلم فيها. بس خلي بالك هو برضو ناهي في المركز السابع كابتن شوقي مع المقاولين العرب، فيعتبر مركز بالنسبة للمقاولين العرب عن اللي كان بيحصل السنة السنين اللي فاتت. لا أنا بحيي كابتن شوقي السنة طبعا. كابتن شوقي من أحسن المدربين اللي أدوا السنة دي. يعني أنت لو جيت سألتني أحسن اتنين مدربين السنة دي في الدوري. لا أنا كنت أسأل على احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن احسن مدير كولر. فني قلنا مستر كولر. احسن مدير فني من وجهه نظرك او من وجهه نظر كل واحد، احسن مدير فني مصري انا بقول الكابتن شوقي غريب السنه دي. ليه؟ نتائجه جيده جدا. واخد فرقه المقاولين من مكان بعيد، كان السنه اللي قبلها بينزل من مكان بعيد، خلاه يعمل اداء متميز السنه دي. بكلمك على الدور الاولاني، ممكن يكون الفرقه الدور الثاني عشان صغر السن وعلشان عدد اللاعبين والحاجات دي قالوا، لكن انا عايز اقول لك ان الكابتن شوقي غريب افضل مدير فني مصري بعد كولر السنه دي. حقيقي يعني بنتكلم على مصري، ما هو مستر كولر يعني النبي. كولر خلاص اخد لا هو شوقي غريب المناخ اللي هم المناخ عشان مناخ المقاولين يا حد ما مناخ جيد. هو مش زي مناخ احنا، والله مش بتكلم كده عشان بنتمي للنادي الاهلي، انا بكلمك واحد شاف وعدد الأندية. في أندية مثلا، في أندية في كل حتة في العالم سماتها وصفاتها كده. أنا دايما كنت بوصف بقول إيه، في ثلاث أندية في العالم شبه بعض قوي وكل واحدة في قارة،
وهم ابطال وهم انديه القرن في القاره، هلال ريا هلال سعوديه، هلال هلال سعوديه، ريال مدريد اسبانيا، الاهلي مصر. فانا بتكلم في شبه ما بينهم في السياسه وفي الفكر وفي الشغل. يعني مع اختلاف ان ده بيلعب في قاره وده بيلعب في قاره وده بس تحس ان هم عندهم الاصرار والاستمراريه، وقعهم ما بيبقاش وقت كبير. ايوه الفرق دي يعني ممكن تكسب 3 4 5 سنين تمشي كويس، يقع مثلا سنه زي ما انت وقعت. أيوة. مثلا مش بتكلم وقوع، لكن بتخسر بطوله سنه لكن بتعرف تعوض. هو ده الانديه. أيوة. دي بتعرف كده لان عندها اساس قوي جدا من الاداره والسيستم. أيوة. واي حاجه فيها سيستم ناجحه. كابتن بلال، هنتكلم عن ايجابيات مباراه اليوم، ولكن قبل ما نتكلم عن ايجابيات، هو كابتن مستر كولر سال احد الصحفيين عن التغيير، قال له يعني انت غيرت في وقت متاخر النهارده. فمستر كولر مش انزعج من السؤال بس ابدا استغرابه من السؤال يعني، وقال وكان ممكن ماتشات ما غيرش فيها خالص. صحيح يعني صح. دي وجهه نظر يعني صح كمدير فني. هو التغيير مش اجباري يعني. بالظبط يعني انت التغيير ده متاح ليك 5 لعيبه تغير. أيه. في اول الشوط، تغير في اخر الشوط، تغير في نص الشوط، ممكن ما غيرش خالص. افرض اللعيبه ماشيه بشكل كويس جدا مع بعض تمام ومؤدين يعني ماتش عالمي. أوه. لازم تخرج لعيب وتحط لعيب. لا هو على اساس ان ايه، انت مضغوط الفتره دي. أوه. وعندك كمان 3 ايام مباراه. فهو لك انا مجهزهم وعملت عمليه التدوير في الاوقات المناسبه. صح. فهيكونوا جاهزين للمباراه الجايه ان شاء الله. مظبوط صح. خد بالك انا عايز اقول لك على حاجه، هو ده سؤال عادي. بيتسال يعني اخواتنا الصحفيين يعني، انت في كل واحد بيحب يسال سؤال يعني، فاهم قصدي؟ يعني من حق كل واحد يسال السؤال. والمدير الفني اكيد يعني هيوافق، لكن حته التغييرات يعني السؤال برضو انا اسف يعني ما يتقالش بالطريقه دي. ما يتقالش انت اتغيرت ليه في التغيير. يعني ما يقولش انت ايه اتاخرت في التغيير، اصل التغيير ده مش اجباري، مش بتايم يعني، مش محطوط في اللائحه. فاهم قصدي؟ المفروض اغير في الدقيقه 70 او في الدقيقه 65، مش محطوط في اللائحه. هو السؤال المفترض يا مثلا طب فلان ما نزلش، فلان نزل، الحته دي كان فيها جاب، الحته دي كانت ماشيه كويسه، طب هو التغيير ده كان مفترض يبقى كده، طب واللعيب ده كان موجد بقاله فتره طويله ما فكرتش انك تغيره. هي دي الاسئله التخصصيه، انما انت ما عملتش فتره ده ليه؟ انت فاهم يا عم انا حر؟ انت فاهم قصدي؟ يعني اخواتنا الصحفيين جمال وكل حاجه، بس انا حر فاهم؟ السؤال ما يبقاش بالشكل العام. السؤال يبقى سؤال خاص في حته بحجم معين، انا بسال على عادل عبد الرحمن. عادل اتاخرت في تغييره برغم ان كان عندك مشاكل في الحته دي. أيوه. تمام؟ أيوه. يبقى انت ترد في الحته دي. انما النهارده ايه، ما نزلتش ليه عادل وشريف وايمن وشريف؟ ايه اللي لعيبك ليه ما نزلتهمش النهارده؟ ايه اللي لعيبك بدول اصلا؟ انت ايه اللي خلاك تلعب بدول؟ يسألوا كده؟ لا 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 مش ده السؤال. هو عايز يقول له ايه؟ يعني انت المعتاد انك بتغير مثلا في الدقيقه 60 65، فانت غيرت في الدقيقه 80 لحد الاخر. لا 80 كده. وفي واحد ثاني قال له، بس اقول لك المفترض مستر كولر يقول له ايه؟ يقول له ما جاوبكش دي من السؤال في المباراة، لأن ده اسمه مؤتمر صحفي للمباراة مش مؤتمر صحفي. ده سؤال عام يا كابتن، ده سؤال عام. يعني ده سؤال عام مش سؤال تخصص مباراة. فاهم قصدي؟ بقول لك مش يعني هو ما جابش حاجة بعينها في الـ في الـ في السؤال يعني، ما سألش سؤال بعينه على حد معين، على حاجة معينة في داخل المباراة نفسها. هو بيتكلم عن المباراة بس بيتكلم بشكل عام. فاهم قصدي؟ بيتكلم عن المباراة ماتش. ما أنا بقول لك ما يردش عليه. ما هو ده سؤال. انت عارف انت المؤتمر الصحفي بتاع المباراه يكلمك في الاحداث اللي حصلت. أيوة. في المباراه، لان المباراه اتلعبت خلاص. انت عارف ما قبل المباراه ممكن يساله. لا لا كابتن، هو لكن طالما المباراه اتلعبت عادي كابتن، هو بيتكلم على التغييرات. وده في سياق الماتش يعني، بس ده سياق الماتش. لكن هو بيتكلم المباراه النهارده. النهارده. لكن هو بيتكلم في سؤال في العموم. ايوه فاهم قصدي؟ يعني ده سؤال عام، يعني انت ليه ما غيرتش؟ تمام قصدي؟ يعني فاهم قصدي؟ لكن هو مش سؤال يعني تخصصي يعني، فاهم قصدي؟ كان مفترض يقول لك انت شايف ان مثلا عبد القادر كان مفترض ينزل بدري شويه عشان الحته الشمال كان فيها مشكله، او الناحيه اليمين كان هاني مجهد شويه. فكان ده طبيعه الاسئله تتسال في المؤتمرات الصحفيه. او النهارده انت احنا شفناك بتلعب مثلا ببلاي ميكر، ليه ما لعبتش بثلاثه ميد فيلدرز؟ فيقول له والله النهارده فرقت يعني. دي بعض الاسئله المفترض تتسال في المؤتمرات الصحفيه ما لها علاقه. انما كون ان انا بسال سؤال عام انت ما غيرتش، انا يعني انا
يعني انا اسف يعني انا لو مدرب انا حر اغير وقت ما انا عايز. هو قال له في الاخر انا ممكن ما اغيرش كمان. هو قال له كده بشكل لبق شويه يعني. بالظبط. وهو راجل يعني هو راجل مهذب يعني. يعني مستر كولر راجل مهذب وعايز يعني يقول له ايه التغييرات ترجع للمدير الفني ومدى تقديره تمام لنوعيه التغيير وكيفيه التغيير وتوقيت التغيير. صحيح. دي حاجه ترجع للمدير الفني. انا شايف ان الفرقه بتأدي بشكل كويس فمش محتاج اغير واحد او اثنين او ثلاثه او مش محتاج انزل النهارده خلاص انا مش عايز اعمل تغييرات في الجيم يعني. فيعني رد منطقي يعني. مظبوط. ده على السؤال بتاعك بتاع التغييرات. طيب. هل هناك اسئله اخرى ولا لو قلنا رجل المباراه رجل المباراه يعني بحكم الماتش يعني هو قفشه سجل هدف وصنع هدف فبالتالي من وجهه نظر الشخصيه لاحداث المباراه هو رجل المباراه قفشه. طيب قول واحد ولو نقول افضل مدير فني مصري في الموسم المنتهي بطبيعة مدير فني مصري مصري قلنا لك فني خلاص احنا قلنا لجابي هو كابتن الناس ماشي. ما ده السؤال عامل زي السؤال اللي اتسال الكابتن لمستر كولر. أي. نفس السؤال بالظبط. ايوه انت بتسالني على واحد ما خدش حاجه. لا لا اقول لك ده أو يعني بتسالني على واحد ما عملش انجاز. لحظه واحده بس انه الوحشين. ايوه كده. لا 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 ما تقولش كده. لا لا ما تقولش كده اصل احنا لا 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 طبعا كلهم كويسين. كلهم كويسين يا كابتن وكلهم اخواتنا. ما كنتش معانا الاستوديو اللي فات. لا كنت موجود. عملنا شويه اختيارات استفتاء يعني. عملنا شويه اختيارات وطلع ان مستر كولر افضل مدير فني. مش محتاج طبعا طبعا. فاحنا بنتكلم بنقول مش محتاج افضل مدير فني مصري بين الاهلي وما بين الانديه الثانيه سنين ضوئيه في الدوري السنه. بنتكلم بنقول افضل مدير فني مصري. افضل مدير فني مصري في من وجهه نظرك من حيث النتائج ولا من حيث الاداء؟ يا انت لا 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 خلينا من النتائج يا كابتن بلال. ما هو من حيث النتائج ما انت عندك 1 2 3 4 مش انت عندك 1 2 3 4 اداء طول الموسم يعني اداء. ما انا بقول لك من حيث النتائج هيبقى علي ماهر واخد الرابع عشان حقق رابع يعني. طبعا بحيث ما هو كابتن انت هنرجع برضو زي زمان هنقول اصل اسمه بتاع فيلادلفيا ده اللي كان ماسك الوادي دجله كان بيلعب كوره كويسه وبيطلع مغلوب اسمه مش فاكر اسمه ايه بصراحه اسمه ايه كان اسمه بابا إيه؟ فاسيلي. لا 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 مش بابا فاسيلي اللي هو مسك بيراميدز او وادي دجله. ايوه ايوه انت هتضوء انت تاكس 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 انت بتتكلم على مدير فني استمر فترة طويلة. أيوة. تمام اشتغل مع فرقته فترة طويلة. أيوة. مظبوط. أيوة. طيب انت عندك مين المدربين اللي استمروا فترات طويلة مع الفرق بتاعتهم السنة دي؟ في شوقي واحدة تحليل عندك علي ماهر وفي شوقي غريب بس. شوي. تمام هم دول الاثنين بس. أيوة. فانت لا في ايمن الرمادي اشتغل طول السنة مع اسوان يعني بس ده درجة ثانية هتحطه في مقارنة زي فاهم قصدي؟ فانت هتقارن ما بين الاثنين دول. مظبوط. مين فيهم وصل يعني عادل قال حاجة مهمة جدا. الحمد لله. قال لك شوقي يعني نسبة للكواليتي اللي معاه يعني فيستحق التقدير والزروف. حقيقي صحيح. حقيقي يستحق التقدير يعني شوقي غريب بالنسبة للكواليتي اللي موجودة معاه لا يستحق التقدير فعلا فعلا كابتن عادل ويعني يستحق التحية صحيح. لكن هتظلم حد تاني برضو خد مركز جيد السنة دي فاهم قصدي هتظلم مثلا برغم ان الكواليتي بتاعت علي مرق اعلى بكتير جدا والامكانيات مختلفة والدنيا خالص بس هو برضو حقق بيهم مظبوط نتيجة بالضبط كابتن شريف رجل مباراة اليوم بسم الله الرحمن الرحيم قفشه مين يا كابتن؟ قفشه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله العظيم ولو مدير فني مصري افضل مدير فني مصري بسم الله الرحمن الرحيم انشيلوتي انشيلوتي ايه؟ انا مسمي علي ماهر انشيلوتي مسمي كده طيب ماشي كابتن اسامه رجل مباراة اليوم قفشه وللاسباب اللي برضه بلال قالها الهدف والصناعه الهدف الاولاني افضل مدرب مصري ما سالتش لو انت عايز تقول ايه لا خلاص ماشي افضل مدير فني مصري لا اصل هو ده الموضوع ده عادل وبلال اتكلموا فيه كتير اولا الظروف بين كل واحد والتاني مختلفه يعني علي ماهر وشوقي غريب هم الوحيدين اللي جم من اول السنه واستمر في ناس كتير جت في ظروف صعبه يعني انا واحد تامر مصطفى مثلا تامر مصطفى ما كانش ظروفه حلوه السنه فاتت مع الجونه والمقص السنه دي جه في ظروف صعبه مع امبي طلع خامس الدوري العام او سادس يعني عدى المقاولين وعدى مشي بنتائج كويسه قوي وحسن اداء الفرقه واحد زي حمزه الجمل في الاسماعيلي جه في موقف صعب جدا وقعد الاسماعيلي في ظروف صعبه واحد زي علاء عبد العال جه في الداخليه في ظروف صعبه جدا 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 وقعد بالداخليه فانت التقييم اللي اسمها ايه
المدخلات مختلفة فالمخرجات تبقى مختلفة. في واحد قعد طول السنة، في واحد إمكانياته المادية عالية جدا، في فرق إمكانياتها المادية عالية جدا وكان بتصرف جامد وجابت لعيبة جامدة، في يوتشر مثلا، بيراميدز، في أندية تانية ما كانتش عارفة تصرف زي أسوان ما بيصرفوش جامد، فهي مختلفة مختلفة. بس في النهاية زي ما بلال قال، طالما علي ماهر هو طلع الرابع يبقى هو علي ماهر. بس تحية خاصة لشوقي، لتامر مصطفى، لحمزة الجمل، لعلاء عبد العال، دي من وجهة نظر. هو الحقيقة تامر مصطفى يستاهل. ما انا لسه بقول له، انا انبي ده لو تفتكر انت اول انا قلت له تحية ليهم طبعا. صحيح. كابتن عادل، رجل مباراة اليوم. انا يعني هو كلهم مدوا قفشه وانا كنت رايح معاهم، بس انا اتمنى ان احنا ناخد بالنا من واحد زي رامي ربيع، بقاله فتره طويله. كان ماشي كويس النهارده، كان كويس النهارده، كويس. انا ادي رامي ربيع. صحيح. انا فعلا كان ماشي، انا معاكم فعلا. يبقى قفشه رجل مباراه اليوم من وجهه نظر المجموعه. كابتن عادل كل الاحترام، هو الكابتن رامي ربيعه، ولكن الاغلبيه قالت محمد مجدي قفشه هو رجل مباراه اليوم. هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس، الحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظروا.